السلام عليكم، معكم كابتن رامي، بحييكم في الصباح الجميل هذا مع رشفة من شاي الكرك. بسم الله، السلام كاشاي. يعطيكم العافية، زمان ما تواصلناش مع بعض، خاصة مع شاي الكرك، هو شاي بالطحالب والأعشاب والبهارات. يا سلام، كثير ناس بتحب تعمل دعاية، كثير ناس الصبح بتحب تشرب شاي الكرك، تمام؟ عندهم في الإمارات وكثير دول بشكل عام، يعني شاي وقهوة، كل أنحاء العالم بيشربوا شاي وقهوة، بس أغلب الناس عبارة عن مستهلكين للشاي والقهوة. فمجرد فضول، لو في طريقة إن نخلي الأفراد العاديين زي وزيكم يكون عندهم تجارتهم الخاصة في الشاي والقهوة من المنزل، مش هذا شيء رائع؟ ليش نكون إحنا فقط مجرد مستهلكين؟ ليش مش إحنا كمان نكون منتجين بدل نكون كونزيومر، تمام؟ نستخدم منتجات البروديوسر، بنتجون الشاي والكرك والشاي والقهوة والكابتشين والخربيط هذه، تمام؟ نكون إحنا بروزيومر، برو زيومر، برو برودكتيف زيومر، من كونزيومر بيصير بروزيومر، اكون مستهلك ومنتج في نفس الوقت، مستهلك وتاجر في نفس الوقت، استمتع بك يا سلام، استمتع بكوبايه الشاي والقهوه وكمان ابيعها للمهتمين. كوبات الشاي هاي حكر على شنكر وراما وكريشنا ومحي الدين وزاكر حسين واصحاب المحلات هاي تاعت المحلات كافتريات الشاي الكرك، هو الكابتشينو والفريبتشينو، فقط حكر على ستاربكس ومش عارف كيف ودانكن دوناتس وش اسمه ذاك توم هورز ولا ما ادري شو اسمه، وغلوريا جينز، وهي الناس المشاهير بس الكبار. ما في يوم من الأيام بلشوا زي حالاتنا، بلشوا بكوباية شاي أو كوباية قهوة واحدة كانوا يديروا فيها على المحلات، ويديروا فيها بين محلات في الشوارع وفي محطات القطارات محطات الباصات. ما تفكروش يعني واحد نزل من بطن أمه تيم هورتنز وفاتح محلات وواو، لا، كلهم بلشوا من الصفر، كلهم بلشوا من رشفة شاي، رشفة كوفي. كلنا ممكن يكون عندنا هيك، بس مين مستعد يكون عنده عقلية التاجر، العقلية إنه يكون أنا منتج مش مجرد مستهلك، وأحكي بس فقط أتلوم وأتأفف من غلاء المعيشة والأسعار والتضخم والضرائب و و و، بعدين كل يوم برضو أروح أشرب الشاي والقهوة والدخان والسم الهاري والشيشة والأرجيلة وأفرف حالي وضيع وقتي، صح ولا لا؟ الناس كلها بتعاني، بس مع ذلك ما عندش استعداد تتنازل عن عاداتها ومعشوقاتها. إلعن أبوك من الأسعار، صح؟ تأفف، ناس تتأفف. طب لما نكون إحنا بنعطيكم فرصة، يكون عندكم تجارتكم الخاصة، بحيث تقدروا تسبحوا مع الهوامير ومع اسماك القرش بدون مشاكل، بدون تعضوا في رزاق الهوامير والكبارية والمافيا تاعت التجارات. بدناش نذكر اسماء كثير يعني وندخل في السياسة ونخبص في الكلام. احنا كافراد ممكن عندهم مصدر دخل الخاص اللي نقدر نساعد نفسنا، ونقدر كمان نشتري الستاربوكس ونشتري من المحلات والأواعي الراقية والهاي، عساس برضه نحافظ على تجارتهم مساكين هذول، عشان يخسروش ملياراتهم ويخسروا سمعتهم بعدين مساكين. فلازم احنا كمان يكون عندنا مصدر دخل عشان نقدر احنا كمان نستمتع في الحياة ونستمر، عساس الدورة الاقتصادية هاي احنا اخرين على كساد وعلى ركود وعلى الخراريف هذه بسبب غلاء الايبور وغلاء ارتفاع نسبة الفائدة في العالم اللي ذابح العالم، تمام؟ احنا كمان ممكن نكون جزء في الحل،
جزء من هذا الحال. كوبات الشاي هاي كافي تكون جزء من الحل، جزء، ما قلتش الحل، قلت كوبات الشاي هاي كافية تكون جزء من الحل، تكون جزء من الحل. أنا أكون جزء من الحل، ليش أكون أتفرج على حال وأتفرج بس تجيني التفنيش واستنى من الله تجيني الترقية والزيادة؟ ليش ما أنا أتحرك، كل عندي دوري أساعد نفسي وأساعد الغير؟ عيب ولا حرام؟ يعني يا بشرب وظيفة براتب وتحكموا فيه، يا بموت من جوع، يا بهتم بس إلك في غاي، إلك في مشي جنب الحيط، إلك في راتبك، ما تتأففش، ما تتذمرش، الحيط الحيط، يا رب استيره، استر حالك، ما لكش دعوة في غيرك، يا بموت من جوع. لو ساعات غير يكون عنده تجارته الخاصة، حرام عيب ولا حرام؟ لو ساهمت يكون اللي بصمتي في المجتمع إني ساعد الناس، يكون عنده مصدر دخل آخر، أفتح للناس أبواب رزق، شو المشكلة؟ حلال ولا حرام؟ وين الحرام في الموضوع؟ وين الحرام في الموضوع؟ وين المشكلة؟ وأنا كشخص ككابتن رامي ساعدت الناس يكون عنده مصدر دخل آخر، عيب ولا حرام؟ شو المشكلة؟ مين رح يمنعني؟ مين بيسترجي يمنعني؟ مين بيسترجي يمنعني؟ لازم واحد يشرب الشاي عشان يروي أعصابه شوي، يخفف من التوتر والتنشن هذا. المهتم يتواصل معنا، المهتم ينزاح شوي على جانب ويعطينا المجال إن نشتغل مع الناس يتواصل معنا. المهتم اللي هو بدوش شاف حاله إما في الدنيا هاي سلبي، بدوش يساعد إشي، بس بده يتأفف ويسبع الحكومات، تمام، يسبع الدول، يسبع كل إشي ويفرف حاله، يتجنب يروح يدفن حاله، يصف على جانب ويعطينا المجال إحنا نشتغل مع الناس، الناس اللي فعلا بدها محتاجة، فعلا بدها تاكل خبز، فعلا مستعدة انها تشتغل، فعلا بدها بتدور على ايد تساعدها تنشلها من الوضع البائس اللي هم فيه. شكرا لكم على استماعكم لإلي، ويوم الايام راح اعزمكم على فنجان شاي الكرك هذا، فكروا في الموضوع، هذا مش حكر على حدا، والحياة مش مجرد وظيفة أكل منها عيش. رب العالمين خلقنا مجالات واسعة جدا نشتغل وننتج وننجز في الدنيا هاي، ناكل عيش، مش بس مجرد وظيفة، يا بحصل على وظيفة يا بموت من الجوع، يا بشتغل بالشهادة تمام قصاص الورق اللي باخدها في الجامعة ولا من المدرسة يا بموت من الجوع. لا، الدنيا أوسع من هيك، ما حدا بيجي بيسأل صاحب شاي الكرك هذا انت شو معك شهادات، كيف كم مادة استقطت، كم جبت في الجيولوجيا، كم جبت في الاحياء، كم جبت في الرياضيات، صح؟ ما حدا بيسأله، بس كلنا بنشرب من عنده شاي كرك. يمكن يكون سن امي لا يقرأ ولا يكتب بس عمل مشروع ناجح والناس اجت عنده عشان تشرب عنده شاي الكرك او كوفي او كابتشينو اي شيء. ما حدا بيسأل تيم هورتنز انت نجحت ولا سقطت، اللي اخترع ستاربكس ما حدا بيسأل هو مفنش ولا كم مرة تفنش في حياته، ما حدا بيسأل. عشان هيك احنا هون نمشي معكم خطوة خطوة، لأنه ما حدا بيسأل انتوا نجحتوا ولا فشلتوا، انتوا معكم شهادات ولا معكم مش، بهمناش شو خبرتك، بهمناش خبرتك بتضيفها، بس تعلم السيستم تاع التسويق تبعنا وتضيف خبرتك ساعتها بتنجح معنا، ساعتها بتنجح معنا. بس بدك فقط تستخدم خبرتك بدون ما تتعلم إشي جديد، كيف تسوق، كيف تتعلم كيف تبيع، كيف تحكي مع الناس، كيف بدك تنجح؟ بيكون فيه هو لا بدي روح أفتح محل الخاص، ما أنت عشان تفتح محلك الخاص أنت عارف قديش بدك مصاريف وقديش بدك تبني سمعتك وتبني هاي، ما في كثير محل بتفتح بعد شهر شهرين سنة سنتين بتسكر، ليش؟ ما عندهاش نفس إنها تستمر، ما عندهاش الرؤية، ما عندهاش الهدف، ما عندهاش الرسالة الحقيقية القدم، مش مجرد بدك تكسب مليون واحد بكسب، بس انت ليش بدك تستمر؟ ليش ناس بدهم يجوا عندك؟ يكون عندك هدف رسالة، مهما تعثرت الدنيا تكون انت صامد تكمل مش تنسحب.
يعطيكم العافية. بدك الشاي كوبايه الشاي اروح اكملها لنا لقاء قريب. والمهتم فعلا يتواصل معنا ويفهم كيف ممكن يستفيد من موضوع التسويق تمام والبيع من المنزل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي زي ما بتواصل معاكم. انتوا كمان ممكن تتواصلوا، ممكن تكون عندكم تجارتكم الخاصه تمام في اي مكان في الدنيا هاي، في كثير منتجات وخدمات، في الاف الشركات بتوفر الفرص هاي للافراد العاديين بعيد عن الهوامير وعن ارباب والمافيا والمافيات الثانيه هاي، بعيد عن مشاكل كل الحكومه. بالعكس بزنس تبعنا بيساعد الحكومات انها تستمر، بيساعد انه ما عسى تقدم فرص اكثر، بيخفف العبء على الدول انه احنا بنكون منتجين مش مجرد مستهلكين. ويعطيكم العافيه، يراكم كابتن رامي.